أنا الدكتور رشاد حداد، استشاري البورد الفرنسي في طب وجراحة النساء والتوليد. طبعاً الحمل والولادات إن كان واحد ولا متكرر بيأثر على الوضع الجسم، من كان من ناحية العضلات، من ناحية الهرمونات، من ناحية تغيرات الجسم، وحتى من الناحية النفسية والعلاقات الزوجية. بعد الولادة وبعد إرضاعة أو أثناء إرضاعة طبعاً لابد إنه هالتغيرات هي حدا يهتم فيها. هون بيجي دور الطب التجميلي النسائي الخاص لنقوم بالتغيرات، إن كان من الناحية الوظيفية أو من الناحية الشكلية أو من الناحية النفسية والوظيفية للعلاقة الزوجية. أهلا وسهلا فيكم.